بجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. توجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاستثمارات المصرية في القارة الإفريقية وزيادتها والتوسع فيها، توجيهات ناقشها الرئيس مع المسؤولين المعنيين، وده بيأتي في إطار حرص الدولة المصرية على التنمية الاقتصادية في أفريقيا، ووضع هذا الأمر على أجندة أولويات الدولة المصرية. خلونا نتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد عز الدين الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي. برحب بحضرتك معنا أستاذ محمد. صباح الخير يا أستاذ محمد. عايزين نبدأ بالاستثمارات المصرية في قارة أفريقيا واهتمام الدولة بشكل كبير جدا بهذا الملف، شايفه إزاي؟ الحقيقة أن في تغير كبير جدا حصل في كل الآليات بما فيها الآليات الاقتصادية والتجارية، وكانت القارة الأفريقية شهدت في عام 2019 رئاسة مصر للقمة لمنظمة المنظمة الأفريقية الاتحاد الأفريقي، بالتالي شهدت تغير كبير جدا على كافة المستويات الإدارية والتنظيمية بالإضافة لتقوية الموقف الأفريقي في القارة الأفريقية. مصر طبعا الدولة الأولى في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية في القارة الأفريقية، وأيضا من المراكز الثلاثة الأولى أو الرابعة على الأكثر في بعض الأعوام بالنسبة للاستثمارات العربية، على الرغم من ضخامة بعض الاستثمارات في دول خليجية. من هذا المنطلق كان في توجه لدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام وزيادة الاهتمام بالقارة الأفريقية. طبعا هو بدأ من عام 2014 بإعادة تشكيل العلاقات الخارجية المصرية في المحيط وخاصة في القارة الأفريقية. القارة الأفريقية بها فرص كبيرة للغاية. خلينا أقول أن في العام برضو 2019 تم الإعلان عن بدء منظمة التجارة الحرة الأفريقية، إذا علمنا أن 1.2 مليار من سكان القارة الأفريقية بيمثلوا قوة كبيرة جدا اقتصادية وتجارية وأيضا استهلاكية في نظر البعض، بالإضافة لأن الناتج المحلي 3.4 تريليون، ده بالأرقام وقتها. هو طبعا زاد دلوقتي على الرغم من التحديات الكبيرة اللي واجهت القارة الأفريقية من إطلاق الاتحاد الأفريقي، منذ بداية إطلاق الاتحاد الأفريقي سنة 63، وبعد كده تم توقيع اتفاقية ليجوس عام 1980، وبعد كده كان في اتفاقية سنة 1991 خاصة بالتبادل التجاري وبدء التنسيق، وأخيرا تم تتويج الجهود في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عند رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في عام 2019، وبدأت النفاذ لاتفاقية التجارة الحرة في مايو. الحقيقة كان في متاعب كبيرة جدا وصعوبات، ولكن كل ده تم مناقشته، وكان في جهد كبير جدا بذل من مصر وما زال يبذل حتى الآن للوصول لزيادة التجارة، خاصة التجارة البينية ما لا تتجاوز 15% بين الدول الأفريقية، على الرغم من الفرص الكبيرة جدا. المعوقات كانت معظمها متعلقة بلوجستيات اللي هي فيما معناه إن النقل والتوصيل، وأيضا إنهاء الإجراءات التشريعية، خاصة إن الدول الأفريقية عانت لفترة طويلة من النزاعات، ومصر بذلت جهد كبير للغاية لوقف النزاعات دي بشكل كبير جدا، سواء عن الاتفاقات المباشرة أو الوساطة الثنائية أو الجماعية أو عن طريق تدعيم اتفاقية إسكات البنادق لخفض النزاعات والتوترات في القارة الأفريقية. جهد كبير جدا أيضا في مسألة شهادات المنشأ، بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة جدا في ما يتعلق بإنهاء المعاملات التجارية، وأيضا أمور متعلقة بالنزاعات، ويدخل للأسف منها الفساد. ومصر عملت دورات أيضا لمكافحة الفساد وللأجهزة أجهزة إنفاذ القانون في القارة الأفريقية، وخاصة بعد مؤتمرات الشباب اللي مصر نظمتها الواحد تلو الآخر.
أيضا كان في تجمع كبير جدا للأفارقة والاهتمام أيضا بالقطاع الخاص. القطاع الخاص هو قاطرة التنمية طبعا في القارة الأفريقية. طيب خلينا نتوقف عند مسألة القطاع الخاص أستاذ محمد، وبما أننا بنتكلم في يعني توسيع ملف الاستثمار في القارة الأفريقية، حضرتك شايف إيه أكتر المجالات اللي تركيز الاستثمار المصري فيها ممكن يعود بالنفع أكتر يمكن على كلا الطرفين؟ هقول لحضرتك حاجة، احنا بالفعل متواجدين في القارة الأفريقية، ولكن في السنوات الأخيرة تحديدا من 2014 منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هناك اهتمام بإعادة التمركز في القارة الأفريقية بالنسبة للقطاع الخاص، وخاصة الشركات الكبرى. شركة المقاولون العرب بتعمل اللي هو بالاشتراك مع شركات ومنفذين، بتعمل السد في تنزانيا. السد ده بيغير وجه الحياة في تنزانيا، في سد كبير اسمه جوليوس نيربيري تقريبا، وبيعمل على تغيير شكل الحياة تماما بالإضافة لتوليد الكهرباء وحماية المناطق وزيادة الزراعة بشكل كبير للغاية. أيضا هناك شركات في البنية الأساسية، هناك شركات في التصنيع وتصنيع المنتجات، وخاصة المنتجات الكهربائية والأسلاك والكابلات، وأسماء شهيرة في مصر وفي القارة الإفريقية والدول العربية. أيضا هناك تعاون كبير فيما يخص التجارة البينية والاستيراد والتصدير، سواء مع دول الجوار أو الدول التي تربطها علاقات قوية بمصر، سواء عبر الاتفاقات الثنائية أو حتى الصفقات المباشرة. وكمان هناك أيضا مباحثات تمت في الفترة الأخيرة، وأعتقد أن سيتم زيادتها في المستقبل، خاصة بالتبادل بالعملات المحلية، خاصة مع الضغوط الكبيرة اللي بيتعرض لها العالم ككل، وبالطبع الدول النامية والقارة الأفريقية بها عدد كبير من الدول النامية، بالتالي بتتعرض لأكبر قدر من ضغوط العملة و ارتفاع سعر الدولار بشكل مبالغ فيه وفوق السعر المقوم به أصلا، وبالتالي بيكون في مشاكل تمويلية. أيضا فيما يخص الحصول على تمويل، مصر لعبت دور كبير للغاية، سواء بالنسبة لأحاديث السيد الرئيس في المنتديات الدولية وعلى رأسها جمعية العامة للأمم المتحدة وكافة المنتديات التي يتواجد بها السيد الرئيس، وبينادي دائما بحصول القارة الأفريقية على حقها من التمويل العادل اللي بتروح من 100 ل 200 مليار دولار لتقليل الفجوة بين الشمال والجنوب والوصول لدرجة معينة من التنمية يعني توفر الحياة الكريمة لسكان القارة. أيضا هناك جهد مصري كبير فيما يتعلق بإقامة المشروعات المشتركة، وأيضا خاصة المشروعات التي تعتمد على الاقتصاد الأخضر، ومصر بذلت جهد كبير فيها. طيب اسمح لي أستاذ محمد، احنا طبعا هنرجع نستكمل الحديث مع حضرتك في هذا الملف الهام للغاية، ولكن بعد هذا العرض المعلوماتي عن الاستثمارات المصرية في القارة الأفريقية، ونرجع مرة ثانية. رجعنا مرة تانية مع أستاذ محمد عز الدين الكاتب والصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد. أستاذ محمد، عايز أكلم حضرتك عن الاستثمارات المصرية في مجال البناء والتشييد اللي بتوليها الدولة المصرية اهتمام كبير جدا، إزاي ممكن ندعمها من وجهة نظر حضرتك؟ كل وزير أفريقي سواء رئيس وزراء أو وزير أفريقي بيجي لمصر بيطلب نقل التجربة المصرية في البناء والتشييد بشكل خاص، سواء على قطاعات البنى التحتية المختلفة
أو على قطاعات الإسكان أو حتى بعض النماذج المتطورة من الإسكان المتوسط والفاخر أو حتى بناء الفنادق، وده بيعد نجاح كبير جدا للتجربة المصرية. احنا عملنا تجارب كبيرة في مجال الإنشاء والبناء، ولدينا شركات عملاقة بتتطور بشكل كبير جدا، سواء شركات المقاولون العرب أو أوراسكوم أو العبد أو العديد من الشركات الأخرى، مش عايز أنسى شركة حقيقة لهم مجالات كبيرة في العمل، وهناك إنجاز كبير للمشروعات وتسليم بدقة عالية، والأهم لا وجود للفساد في التعامل مع الشركات المصرية. الحقيقة أن الشركات المصرية مفضلة جدا في القارة الأفريقية بشكل مباشر، وده بيديها نجاحات كبيرة. إيه اللي بيميزها يا أستاذ؟ أولا في التكلفة، بالنسبة لأسعار الشركات المصرية تكلفة مناسبة وغير مبالغ فيها. ثانيا ما يتعلق بالأمور الإدارية وخاصة في مقدمتها مواعيد التسليم، مصر بتسبق أحيانا إنجاز الفترات المحددة، بالإضافة إلى توفير التمويل، بتكون الشركة متفقة أو متابعة الاتفاق مع التمويل الخارجي سواء تم عن طريق بنوك محلية أو عن طريق بنوك دولية، ووجود أسماء كبيرة للشركات المصرية بيضمن للبنك اللي بيسلف الدولة الأفريقية إنجاز المشروع، وبالتالي دي أيضا ضمانة لإنجاح المسبقة لإنجاح المشاريع، بالإضافة طبعا للإنجاز حجم الأعمال الكبير حتى في المشروعات الكبرى. يعني السد بتاع تنزانيا ده من المشروعات الكبرى اللي هتغير وجه الحياة في دولة تنزانيا وأيضا دول محيطة، وهتساهم بشكل كبير جدا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإقامة العديد من المشروعات. أيضا في طلب كبير جدا على الشركات المصرية، مش مجرد حتى في القارة الأفريقية، دلوقتي في دول خليجية، السعودية والإمارات وبعض الدول الأخرى المجاورة، في ليبيا، وما زالت هناك فرص كبيرة للغاية على الرغم من الضغوط الاقتصادية العالمية والتغيرات، إلا أن بعد كل متاعب إن شاء الله يجي حياة أفضل ويجي فرص أفضل للشركات المصرية وخاصة في دول الجوار. طبعا نتمنى لهم كل الخير وإعادة الإعمار، وأيضا أن يكون في تقدم. والحقيقة أن الجهد المصري في الدولة في القارة الأفريقية ما زال مستمر، لم ينقطع منذ تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي، وفي فرص أكبر للقطاع الخاص وأيضا الآليات المتعلقة بالتصنيع والحفاظ على الأمن الغذائي للقارة الأفريقية. الأمن الغذائي أستاذ محمد، اسمح لي نتوقف عند النقطة دي يعني شوية. الحقيقة أنه القارة الأفريقية مشهود ليها بأنها سلة غذاء العالم، تتمتع بجميع الموارد الطبيعية، غنية بكل يعني المقومات اللي بتساعد على أنها يعني تكون الأكثر إنتاجا للمواد الغذائية، غنية بالأيدي العاملة، أرض خصبة وجو يعني مناسب، ولكن دائما ما تعاني القارة الأفريقية هي الأكثر معاناة من مسألة نقص الغذاء. هذا التعاون المصري الأفريقي إلى أي مدى من الممكن أنه يسهم في زيادة غزارة إنتاج القارة الأفريقية؟ قد يكون التعاون المصري الأفريقي وخاصة في مجال التصنيع الغذائي والاستيراد والتصدير، وبخاصة في تطوير أنماط الزراعة في القارة الأفريقية وأيضا الثروة الحيوانية الكبيرة اللي بتتمتع بها القارة الأفريقية، ولكن للأسف لا يوجد تسويق جيد، وأيضا تأثير النزاعات والخلافات داخل الدول الأفريقية ما زال ممتد، بالإضافة للهشاشة أمام التغيرات والمتغيرات الجيوسياسية بشكل كبير جدا اللي بتضغط، وأيضا قوة العملة الأمريكية وسوء التقدير المبالغ فيه لقوة العملة الأفريقية بيضغط بشدة على ميزانات الدول الأفريقية، وبالتالي بيزيد من فاتورة الاستيراد بشكل كبير جدا. التعاون في مجال التصنيع الزراعي والغذائي بشكل مباشر وأيضا إنتاج ومراقبة الثروة الحيوانية إذا ما تم تطويره في المرحلة أو السنوات الخمس المقبلة، أتوقع أن يكون في إنتاج كبير جدا وغزير
للقارة الأفريقية، بالإضافة لتعويضها عن عائدات تضاف للموازنات في خانات الإيرادات، وبالتالي تقلل من المصروفات والخانات المتعلقة بالاستيراد، وتقلل من الضغط على الاحتياطيات النقدية، بالإضافة لإتاحة فرص أكبر لعمليات التشغيل. هناك ارتفاع لمعدلات البطالة في القارة الأفريقية ومعدلات الفقر، بالإضافة إلى أن هذه المشروعات بتغير من أنماط الحياة في القارة الأفريقية وفي أي دولة عموما بتقام فيها مشروعات الزراعية، خاصة إذا ما تم الإشراف ونقل التجربة الكبيرة التي بدأتها مصر، وخاصة في مشروع حياة كريمة اللي بغير 60 مليون حياة 60 مليون مواطن مصري، بأكبر المشروعات التنموية في العالم، توقع أنه يحصل على جوائز في الفترة المقبلة، كما حدث لمشروع القضاء على فيروس سي. وبالمناسبة في دولة أفريقية طلبت المشروع، والسيد الرئيس تفضل مشكورا بالموافقة عليه ونقله للقارة الأفريقية. هناك أفاق كبيرة للتعاون، وخاصة الأهم من كل هذا أنه بيقي الدول الاعتماد على الصادرات الخارجية، وبيرسخ الصناعات الوطنية سواء كانت في التصنيع أو في الزراعة أو في مجال الإنتاج الحيواني. طيب، استكمالا لكلام حضرتك وأفاق التعاون بين مصر والقارة الأفريقية، عايزين نعرف من وجهة نظر حضرتك أهم فرص الاستثمارات المصرية في قارة أفريقيا إيه، وإزاي برضو ممكن نعززها وندعمها؟ أولا، الشركات المصرية مطالبة للخروج من تأثيرات الاقتصادية العالمية بالتوجه للأسواق المحيطة، وخاصة في القارة الأفريقية، إذا علمنا أن دولا بتأتي من قارات أخرى، مستثمرين من الصين، مستثمرين من الهند، مستثمرين من بعض الدول أيضا، دول خليجية بيهتموا، وبالتالي في فرص كبيرة جدا لمجالات التصنيع وإعادة التصنيع، سواء بالحصول على المواد الخام وإعادة تصنيعها في مصر أو إقامة مصانع هناك، وأيضا بتدي قيمة مضافة وعائد أكبر للصادرات المصرية، بالإضافة لتدعيم وتأمين الأمن القومي الغذائي للقارة الأفريقية، بالإضافة طبعا للشركات الكبرى. والحقيقة هي عليها إقبال، وهناك جداول، وهناك مشروعات ليست فقط مشروعات عادية ولكن مشروعات كبرى. نتمنى أن يكون هناك تواجد أكبر للقطاع المصري الخاص ورجال الأعمال، وتدعيم والبحث عن فرص بديلة لأسواق جديدة. أعتقد أن القارة الأفريقية، أكيد أستاذ محمد، نتمنى مع حضرتك وكمان نشيد بالنجاح الكبير لعملات الدولة المصرية والاستثمارات المصرية في قارة أفريقيا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد عز الدين، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد. شكرا.